ما اتمالك نفسي امام هكذا. الان يعني الناس اللي تحدثوا لقناتكم يعني هذا مصير الاطفال، والطفل اللي يهرب من هذا الحريق يريد يستنجد امه، يجدها متحوله الى كتله من رماده ومن فحم، وما يجد حتى يعني شيء مروع حقيقه، يعني اكبر من يتحمله ضمير اي انسان. يعني ما اعرف حقيقه كيف اصف ما يجري. يعني هذه الحادثه اذا ما تسوي زلزال سياسي عندنا، اي حادثه اذا اخرى يعني كيف بنتحرك بعد؟ يعني بعد هذا المفروض زلزل حياتنا كلها، المفروض خلينا نعيد النظر بكل ما جرى بعد 2003. هذا المفروض يصير جرس انذار كبير، هذا المفروض يقضي على اجراس في كل البلد. هذا الحدث المهول اللي شفناه اليوم، هاي الاطفال الابرياء اللي راحوا، يعني ما ذنبهم؟ يعني هذا الطفل ما ذنبه؟ يعني كيف ممكن يصوره؟ خل كل مسؤول يخليه يصور ابنه في هذا المشهد، انه طفل يبحث عن نجاه من هذا الحريق الهائل، يبحث عن امه ما يجدها، يبحث عن ابي ما يعني كيف ممكن؟ يعني هذا المفروض يزلزل حياتنا، يزلزل اداراتنا كلها، تخلينا نعيد النظر بكل هذا الفساد اللي اكل ارواحنا، اللي دمر البلد. يكفي يعني هاي الكلمه يجب ان يقولها الجميع، يجب ان يقولها المسؤول مو المواطن. المواطن قالها من زمن، قال يكفي انقذونا يا ناس. يعني لابد من الاصغاء بعد، الانسان يصغي لصوت الضمير. اتركوا احزابكم، لا تجعلوها هي كعبتكم. الحزب مو كل شيء والسياسه مو كل شيء يا اختي. يعني الانسان ممكن يعيش بلا حزب، بس ما يقدر يعيش بلا ضمير كما يقول احد الساسه. بلا ضمير ما ممكن يعني يتبوأ مسؤولية الدولة. إذن استدل من كلامك نحن لسنا بحاجة إلى قرار سياسي موحد بقدر حاجتنا أو بقدر حاجتنا إلى ضمير سياسي صاحي. بالتأكيد هي أزمة ضمير في البلد، أزمة ضمير. هذا هو الحدث الجلل، هذا هو الحدث المرعب، هذه الفاجعة. نعم، نحن نحترم يعني معظمهم هؤلاء بلا ضمير، يعني روحك الوطنية للأسف. يا سيد الأحمد ونقدس هذه الدموع، ولكن لدي تساؤل. قلت بأننا نحتاج إلى ثورة، من يقود هذه الثورة يا سيد طالب؟ لا بد أكون من خيرين في البلد، البلد ما يخلى من خيرين، يعني البلد ما يخلى من غيارة. هذا بلدنا يعني بيروح وثابة، هذا الناس أخيار، احنا مجتمعنا مجتمع حي، وشفت التكاتف والحلو اللي شفناه عند الناس. يعني السياسي المفروض هو اللي يقتدي بالناس، يعني عفوا هو المفروض الناس تقتدي بالسياسي، لان هو المسؤول والقدوه. احنا الان نطلب العكس، نطلب من السياسي انه يشوف الناس شلون متلاحمه، شلون متكاتفه، شلون عندها ضمير حي، ليش هو ما يكون مثلهم؟ يعني احنا فهذه الثوره اللي احنا نتاملها لابد تقودها طبعا صفوه المجتمع، نخبه المجتمع، ادارات البلد هي المفروض تقود هذه الثوره. يعني ما ممكن انه ملايين الناس هي تقود ثوره وتسوي اصلاح وتسوي نهضه بالبلد. لازم هنالك نخبه خيره، طليعه خيره، هذا اللي نتامله. يعني ما هو احنا من نشكل احزاب، ما معنى يعني حزب. حزب هو مجموعه من الناس لديهم فكر، لديهم رؤيه، مجموعه من المثقفين، من المفكرين، يطرحون برامج، يطرحون رؤيه. اذا هذا ما موجود، هذه هي الكارثه الحقيقيه. الحزب هاي مهمته، الحزب مو مهمته انه فقط كم راح يحصل على مغانم وعلى مشاريع وعلى اموال والان راح تشوفين هسه الان بهاي الانتخابات الكل يفكر يعني صوت المواطن هو مجرد وسيله لتحقيق مصالحهم الذاتيه، مو هو يريد يرضي المواطن بالعمل وبالخدمه وبالانجاز. لا، هو فقط انه يريد يشتري صوت المواطن حتى يصل للسلطه. لماذا يصل للسلطه؟ لانه هي السلطه بالنسبه له غنيمه. السلطه ليست مسؤوليه بالنسبه لامام الناس، ان تخليه في موقع الاختبار، ان يعمل اكثر، ان يسهر اكثر على راحه الناس. لا، السلطه في مخياله وفي ثقافته السياسيه اللي هي هاي ثقافه سائده للاسف منذ عهود طويله، هي انه ان يكون مثل هارون الرشيد، ان يكون انه صاحب جاه وصاحب ثروه، وان يقول للغمامه امطري حيث شئت. هذه هي صوره السلطه في ذهنهم، مو سلطه انه هي خدمه الناس وهي التضحية من أجل الناس وهي الإيثار. ما موجودة عندهم هذه الثقافة للأسف. هذه هي الحقيقة المساوية، ويجب أن نقولها بملء الفم. ينبغي أن نقول الحقيقة بملء الفم، هذه نقول الحقيقة كلها. نعم. مو مجتزأة ولا نجامل. يكفي ما يعني المشهد المأساوي لا يسمح بالمجاملة، سيد لا يسمح الأحمد بالمراعاة وبالمداراة وبالنفاق السياسي.